هو عماد المستقبل والدولة، عشان كده احنا بنهتم جدا جدا بتوعية الشباب ازاي يجاهد ويتعب لبناء دولة مستقبلية متطورة مثقفة، له جذور عريقة جدا من أيام الفراعنة اللي كانوا سبب ثقافة العالم كله في الوقت ده. واحنا أولادنا شباب عندهم إصرار وعندهم تصميم، بس هم ينقصهم الدافع، ينقصهم المجالات، فعشان كده احنا بنشجعهم انهم يبتدوا يشتغلوا ويتعبوا. لا شك ان هيكون ده في الاخر هيعود عليهم بالخير وعلى مصر كلها بالخير، ومن خلال التضامن والتكاتف بين كل الشباب وبعضهم بدون اي نظره لاي شيء بالنسبه لاختلاف الدين، اختلاف الثقافه، اي شيء. ولكن كل ده بيكون دافع له ان هو يتعب ويجاهد عشان يوصل لمصر زي ما احنا بنأمل تكون مرتفعة عالية شأنها في وسط كل دول العالم إن شاء الله. فضيلة الشيخ إبراهيم لطفي أمين بيت العائلة ببورسعيد، أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين يا فندم نتعرف على طبيعة والهدف من عمل البرنامج التدريبي اللي اشتركت مع وزارة الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. الحقيقة هذه التفاعلية وهي ندوة للجنة الشباب بيت العائلة المصرية جاءت إلى بورسعيد تجتمع مع شباب بورسعيد وبل شباب مصر من بيت العائلة ومن غير بيت العائلة لكل شباب مصر. الهدف هو ترسيخ دور الشباب في العمل الوطني، دور الشباب في بناء مصر، لأن الشباب هم على عاتقهم الأمل والعمل من أجل مصر إن شاء الله ومن أجل نهضة مصر إن شاء الله. وده إن كان في المرحلة الحالية بنمر بمرحلة بناء مرت علينا مراحل وهي في الأساس من أجل بناء مصر الحديثة تحت ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الحكيمة الراشدة. نجمع الشباب في بيت العائلة وفي كل الهيئات كي يعلموا أن لهم عليهم دور كبير، أنهم في رحاب مدينة بورسعيد الغسيلة. في الحقيقة ده من ضمن وجودنا النهاردة في بيت العيلة كبيت عيلة في بورسعيد في وزارة الشباب، وزي ان الدولة بتسخر لنا الاماكن والمحاضرات والشباب اللي احنا بيت العيلة عايز يرسخ فيه دور زي ان احنا نبني بلدنا ونبني شبابنا. وفي الحقيقة احنا كبيت عيلة ولجنة شباب بالاخص عاملين برنامج تنموي للفكر والثقافة والسياسة على كل المجالات، واحنا النهاردة جايين عشان نؤكد الموضوع دوت. احنا تقريبا لينا خطة ان احنا نسافر كل بلد ونتكلم ونتحاور ونختلف ونتفق، نتحاور مع بعض، وهمومنا واحدة واهتماماتنا واحدة. فعشان كده احنا كبيت عيلة لينا دور ان احنا ازاي نجمع اقطاب الوطن كلها والوطن المصري كله مع بعض دون تفرقة، لان احنا في الاخر كلنا واحد وكلنا اهتماماتنا واحدة، فرحنا هو فرح واحد وحزننا هو حزن واحد، ولذلك البلد دي مش هيبنيها غير ابناء البلد. وبالتالي احنا بنحاول ان احنا نقوم بدور تثقيف كبيت عيلة وكلجنة شباب، ونخبط كل الجهات ان احنا نقدر ان احنا نكون بنقدم خطوة في الطريق ان احنا للتثقيف وخطوة للوحدة الوطنية بيننا وبين بعض. في نفس الوقت برضو يكون لينا فكر واحد، مش بنختلف، نختلف على قضايا كبيرة لكن ما نختلفش على قضايا مش هتجيب حاجة للوطن غير الخراب، والخراب هيعم علينا كلنا. لكن احنا كل اللي يهمنا ان احنا ندور ازاي نبقى كلنا واحد عشان نبني البلد. شكرا. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين.
حقيقة أتقدم بخالص الشكر والإعزاز والتقدير والوفد الراقي الرفيع المستوى الذي أتى إلينا إلى محافظة بورسعيد، فنحن جميعا نتقدم إليهم بخالص الشكر والإعزاز والتقدير. حقا ما أجمل أن نتواصل، وما أجمل أن نلتقي كأسرة واحدة وكأسرة